على شاهد احد عيان. اهالي المفقودين الان على الهواء مباشره، واحنا يمكن يا جماعه قلنا لكم وعدناكم ان ان شاء الله الاولويه هتكون لحضراتكم اهالي المفقودين، والمعلومات مهمه جدا. خلينا نرحب باحد اهالي المفقودين. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. قول لي اخر معلومات وصلت لها ايه لحد دلوقتي؟ والله يا فندم اخر معلومات، احنا من قريه البتنون، احمد محمد عبد العزيز رضوان. ايوه. تغيب من قيمة اسبوعين اتنين اتقطع على النت وعمل كل حاجة. تمام؟ تمام. في حد من البترون كان وصل من الناجين، لأن بيقول إن أحمد محمد عبد العزيز رضوان ده عايش وموجود معانا. أيوه، يعني أنت في حد بلغك إن هو عايش وموجود معاهم؟ فيديو نزل على النت وكده. أيوه. وقال إن هو موجود معانا. تمام. بس طب احنا بنعرض الصوره دلوقتي على الشاشه. ده دلوقتي احمد محمد عبد العزيز رضوان. بننوه بس للمشاهدين الكرام، احنا معانا احد اهالي احمد محمد عبد العزيز رضوان اللي صورته امام حضراتكم الان على الشاشه. اتفضل يا فندم كمل. فهو دلوقتي بتاع اللي هو من البتانون ده قال ان هو موجود معاه في الكامب. ايوه. من ساعة ما هو اتكلم كده قعدنا نسأل، يكلمنا، نشوف صورة له أي حاجة، مفيش أي أخبار عنه. فأنا حابين نطمن عليه، حابين أعمل مناشدة لوزارة الخارجية، قلت له ولاد بلدكم، إحنا ولاد بلدكم، يا ريت عايزين نطمن على ابننا، ابننا متغيب، ابننا موجود على المركب دي، وإحنا قسما بالله ما نعرف هو راح إمتى ولا أي حاجة من دي، بس محتاجين نطمن عليه. قلنا قسما بالله احنا هنموت ونطمن عليه بس نسمع الصوت حتى. طب انت حابين نطمن عليه بس. طبعا انت اخو احمد، يا ترى اخوه الكبير ولا اخوه الصغير؟ هو مش اخويا. لا هو مش اخويا، هو ملوش اخوات. ملوش اخوات. هو وحيد. هو متجوز ومخلف، عنده بنت عندها سنه. ما انا كنت هسالك على احمد، يعني سنه كام واهله ايه، متزوج ولا لا؟ فانت يعني هو احمد عنده من 27 29 سنه. كان له شغل، يعني شغال في مصر في حاجه ولا ما كانش شغال، ولا كان ظروفه ايه؟ احمد نقاش. نقاش. طيب. انت دلوقتي قلت او اكدت ان احمد الاول من البتنون السنطه غربيه، ولا البتنون ايه؟ لا، البتنون محافظه المنوفيه. المنوفيه. البتنون منوفيه، احسنت. طيب. انا عايز بس يعني برضو اقول لك، هل البتنون في تاني حد مع احمد من القريه نفسها؟ في حوالي بتاع 12 واحد. تمام. في محمد الشحتان. ايوه، ده غايب برضه، محمد الشحتان. وفي محمد حمدي عبد العزيز رضوان برضه، ابن عم احمد. ده اخو احمد ولا ابن عمه؟ ده ابن عمه. ابن عمه. ابن عمه. متغيب برضه، كان في نفس الرحله مع احمد دي. في نفس الرحله. مين بص يا فندم. نعم. اهله ناس غلابه جدا، كل اللي طالبينه لو في حد في اليونان احنا مالناش حد هناك. كل اللي طالبينه بس ان حد يروح في اليونان يسال لنا على الاسم ده، يطمنا عليه، يعرفنا بس اخباره. احنا مش عايزين. طيب. بس اخبار ان هو كويس. انا عايز اقول لك على حاجه جميله، عشان نبقى عملنا حاجه ايجابيه دلوقتي على الهواء مباشره كده. انت معانا على شاشه قناه الشرق في الشارع المصري، اكيد بيسمعك الملايين دلوقتي وبيشوفوك. انا عايزك توجه مناشده حالا دلوقتي لحد مسؤول، وزير، رئيس، اللي انت عايزه. شوف هتقول ايه في المناشده دي ووجهها على الهواء مباشره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول نحصل على معلومات بعد هذه المناشده. اتفضل. انا بناشد وزاره الخارجيه، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا ابننا والله ما نعرف هو طلع امتى ولا مشي امتى، بس ابننا كان على الرحله دي. ولاد البلد كلهم كانوا على الرحله دي. احنا تمام. محتاجين نعرف ولادنا فين، احنا محتاجين نعرف ولادنا عايشين ولا ولادنا مش عايشين، طمنونا عليهم. ما كانش السفاره بتاعتنا هي اللي هتطمنا على ولادنا، مين هيطمنا يا جماعه؟ والله قسما بالله كل ام من اللي انا قلت اساميهم دول بيموتوا، والله العظيم بيموتوا يا جماعه. احنا مش عارفين ولادنا فين، طمنونا عليهم. ان شاء الله رجعوا لنا تاني مش مشكله، يعني لو رجعوا مش عايزينهم اكرا يبقوا يسافروا ولا حاجه، يقعدوا في وسطنا وسط اهاليهم، بس دي اهم حاجه. ربنا، انا مش عايز اكتر من كده والله يا فندم. ربنا يطمنا على احمد رضوان. المناشده بعد اذن حضرتك. بعد اذنك. اتفضل. حاجه كمان، لو حد في اليونان يا جماعه ينزل، بس احنا مالناش حد والله، مالنا حد ان هو يروح اليونان، فاحنا ناس غلابه. عايزين بس حد يروح المستشفى ربنا او الكامب او السجن
يطمنا عليهم. طيب يسالنا على الاسامي دي. ربنا يطمنا على احمد رضوان ويطمنا على كل ال 12 واحد من البتنون ويطمنا على كل ابناء مصر. انت عارف المركب 750 من الضحايا الان ما نعرفش احياءك فيهم كم مصري. انما بشكرك كل الشكر ونتمنى السلامه لكل المفقودين حتى الان. كنت معنا من البتنون للحديث عن حاله المفقود احمد محمد عبد العزيز. انا اسمي من احدى الضحايا. يعني انتوا ما عملتش الكلام ده، احنا عايزين معلومات، عايزين نعرف هو فين. مش عايز طيب انا بس انا عايز بس اتعرف على حضرتك لو اسمك الاول حتى بس. اول انتوا عملتوا كده وهم طبعا بتكون غصب عنهم. الشعب بيتدمر هنا، يعني الشعب المصري خلاص ما فيهوش اي حاجه يعمل ايه يعني. طيب معلش يا فندم اسمعيني بس اسمعيني عشان بس يبقى ايه الكلام فيه ايجابيه كده ونعرف نوصل لمعلومات. حضرتك دلوقتي بتكلمينا، مين اللي مفقود ليكي في هذه الرحله؟ عبد الضحى لي انا. مين يا فندم؟ طبعا. ايوه ماشي. مين يا فندم اللي مفقود لحضرتك؟ ابنك، اخوكي، زوجك، مين؟ لا اخويا يا فندم. اخوكي. طيب من قرية ايه او من محافظة ايه يا فندم؟ محافظة الشرقية. من محافظة الشرقية، فين في محافظة الشرقية تحديدا؟ مشتول السوق. مشتول السوق؟ اه. طيب اخر معلومة وصلت لكم عنه كانت ايه؟ كان يوم الخميس. كان يوم الخميس اللي فات؟ المعلومة كانت ايه بالظبط؟ اه. اللي هو خلاص. انا ما دام انا مستكنه معاهم في البيت حاليا يعني. طيب ما حاولتوش تتواصلوا مع اي حد في مصر من خلال الدوله، من خلال وزاره الخارجيه، اداره الهجره، الناس دي يدوكوا اي معلومه؟ ما سالتوش، ما رحتوش اي مكان، ما رحتوش المحافظه تسالوا؟ لا لسه ما سالناش، ما جالناش اي معلومه. طب هل ممكن اتعرف على اسمه؟ معلش اخد اسمه بس منك. انت طب هل كنت عايز اسال حضرتك، هل في حد من مشتول السوق ايضا من القريه كان مع اخو حضرتك مسافر معاه؟ في شباب كتير طبعا، ضحايا كتير. ايوه ما انا عارف ان ضحايا كتير. احنا يعني ممكن من خلال اللي هم كانوا سافروا معاه نعرف مثلا كانوا 30 40 واحد. اكيد ممكن يكون حد منهم ربنا نجاه وعارف ايه اللي حصل وعارف اخو سعادتك فين. لا كتير. الشخص اللي معاه لا هم في شكل تبع بعض، ما فيش هم حتى ما اعرفش معلومه عنهم ابدا. ما تعرفيش معلومه. طيب اخوك سنه كام وكان شغال ايه؟ انا بقى شغال عادي، موظف عادي. شغال عامل عادي. موظف. هو متزوج ولا لسه اعزب؟ ايوه متزوج. متزوج. عايزين نعرف اسمه. طيب عشان هل ممكن نعرف اسمه؟ لا انا طيب احنا طبعا يعني هنحاول طبعا سعادتك، واضح ان انت برضو يعني نحافظ على رايك. حضرتك عملت لما دفعوها هو دفع دفعوا قد ايه سعادتك للمهرب؟ التحقيقات عمل في البلد. احنا بس طبعا للاسف الصوت طبعا بيقطع كتير. انما نتمنى السلامه لك وحضرتك وربنا يا رب يطمنا عليه وعلى كل الشباب بتوع مشتول السوق في الحياه في الشرقيه.